أسعد الله مساءكم بكل الخير. الجمع الكريم، السادة أعضاء مجلس جامعة القاهرة، السادة أعضاء مجلس كلية الطب، وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات وإدارة الفرنساوي، السادة الإعلاميين الذين شرفونا اليوم، وكل الأطراف، أرحب بكم في هذا اللقاء المهم. ليس لأعلن عن أي إنجازات، ولكن لأتحدث عن المستقبل. النهاردة في مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، ده مشروع جديد من نوعه، لأنه بيركز على مفاهيم جامعات الجيل الرابع وبيربط بين مختلف العلوم، لأن المشروع البحثي هيبقى مشروع بيقدمه فريق بحثي مش فرد واحد، والفريق البحثي من تخصصات متعددة. فإحنا في جامعات الجيل الثالث روحنا للتخصصات البينية، في جامعات الجيل الرابع روحنا للتخصصات المتكاملة. قد يظن البعض أن هنا التكامل بين العلوم الإنسانية والاجتماعية وبعضها البعض فقط، لا، ده أنا بتكلم بقى على تقديم مشروعات بالتعاون بين كليات العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية. فأنا محتاج مشروعات بحثية تركز على قضايا الدولة وعلى مشكلاتها بالتكامل بين تخصصات عديدة. حجم التمويل ضخم، المشروع الواحد تمويله من 200,000 إلى 1,000,000 حسب اللجنة المحكمة ما تقرر. عدد المشروعات مفتوح، المهم والتمويل مفتوح، المهم ان المشروعات فعلا تخدم القضايا القومية. اذا اقدر اقول احنا هدفنا تحقيق تقدم على المستوى العالمي، سد الفجوة المعرفية، لان كان في فجوة معرفية بيننا وبين الجامعات المتقدمة. وانتم تذكرون ان كتير جدا من الطلبة كانت بتتخرج ويروحوا الشغل يقول له انسى اللي انت اتعلمته. لا، دلوقتي مفيش الكلام ده، دلوقتي الطالب بيطلع جاهز لسوق، جاهز لسوق العمل. نيجي بقى للمشروع الثاني، المشروع تطوير القصر الفرنساوي. فرنساوي تقريبا اكبر مستشفى في مصر، 1204 سرير، افتتح سنه 95، بيخدم سنويا 50,000 مريض، عدد السراير طلع 1208، 18 غرفه عمليات، 44 سرير رعايه مركزه، ده عدد ضخم، عدد ادوارها الى اخر كل تلك المعالج. التطوير مش هيتم مره واحده، لان مستشفى زي ده مش هقدر اوقفه. اذا الدراسة دي مش أنا اللي عاملها، ده أنا ومعايا مركز الاستشارات الهندسية دكتور هاني العجمي ومدرسته، ومعايا دكتور منال، ومعايا دكتور حسام، ومعايا دكتور فؤاد، ومعايا ناس تانية كتير. فده مش مشروع حد لوحده، ده مشروع كلنا اشتركنا فيه. بشكر الجهات ذات الاختصاص اللي بتتعاون معانا من بره الجامعة. فده مشروع مهم جدا، أسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يساعدنا فيه، وأرجو من الإخوة الإعلاميين إن هم يساعدونا برضه، لان اكيد احنا هنحتاج امدادات من المجتمع المدني، فهم هيبقى لهم دور كبير في هذا الامر. هقول كلمتين بس. نمره واحد، من غير ما اعمل حصر لرجال مصر، انت انشط واحد شفته في حياتي. ربنا يغليك. فعلا يعني ربنا يديك الصحة ويوفقك دايما. ضل يا دكتور سيادة العميد. اولا بشكر حضرتك باسم مجلس كلية الطب وإدارة المستشفيات قصر العيني لكل الدعم اللي حضرتك بتقدمه في السنوات الماضية كلها، وخاصة في آخر سنة، كل الدعم اللي شمل كل المستشفيات من قصر العيني العادي وقصر العيني الفرنساوي ومستشفى ثابت، وأخيرا المشروع النهاردة دشنا المرحلة الأولى بتاعته لقصر العيني التعليم الجديد، لأن هو يعد من أكبر مستشفيات جامعة القاهرة بالساعة السريرية بتاعته، وهو قلعة تضاهي قلعة القصر العيني، إن هو كل الأساتذة الكبار اللي موجودين اليوم هم خرجوا من رحم القصر العيني التعليمي الجديد.